بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة دي بنتكلم على ازاي نقدر نعمل Multiple Inheritance from Interfaces او Multiple Implementation للانترفيسز. يعني انا المرة دي عايزين نعمل كذا انترفيس ونخلي كلاس واحد بيقدر ينهرت او يمبلمنت ميني انترفيس. ده موجود في الانترفيس لكن مش موجود عندنا في الكلاس. يعني لو كلاس بينهرت من اكتر من كلاس دي مش موجود. اما لو كلاس بينهرت او بيمبلمنت ميني انترفيس مفيش مشكله. فانا عملت انترفيس بسيطه سميتها بيرسون. تعال نتخيل الفكره عشان توصل لنا. الانترفيس اللي اسمها بيرسون دي واخده فيلد او فاريبل اسمه نيم، واحد تاني اسمه سالري. خلاص النيم سترينج والسالري فلوت، وعندها فانكشن اسمها جيت انوال سالري بتجيب الايه المرتب السنوي، ودي بتريتيرن فاليو فلوت. وبعد كده عندي انترفيس تانية خالص غير الانترفيس بتاعت البيرسون وليكن اسمها سيلزمان. الانترفيس بتاعت السيلزمان دي اللي هو راجل البيع دوت عنده شويه فيلدز مختلفه او فاريبلز مختلفه او بروبرتيز مختلفه او اتريبيوتس مختلفه، كل دي اسماء سليمه. اريا وده سترينج عشان المنطقه اللي هو شغال فيها، والكوميشن، والكوميشن اللي هو العموله اللي بياخدها، ودي طبعا فلوت. وعندي فانكشن اسمها جيت انوال كوميشن، هات لي العموله السنويه. خلاص العموله السنويه غير المرتب السنوي. كده انا مثلا عملت انترفيسز ما عندهمش مشكله. هعمل بقى كلاس وليكن الكلاس ده سميه امب على الموظف يعني، وهخليه امبلمنت او ينهرت البيرسون كوما والسيلز مان. يبقى كده بيمبلمنت الاثنين. طبعا انا بس عايز اوضح ان الحكايه بتاعت الانهرتنس ديت ان هنا الامب قدر، انا بس عايز اقول هنا ما دوسنا على حاجه اسمها امبلمنت الممبرز، طلع لي كل الممبرز اللي انا عايز امبلمنتها، فبختار كل الممبرز اللي من الانترفيس دي والانترفيس دي وادوس اوكي. هيساعدني في الكتابه او اكتب انا بايدي، او اكتب انا بايدي. هحط لك كل بروبرتي تحتيها حاجه اسمها جيت وست. احنا مش هنعرفش الجيت وست، خلوني اخلص الانترفيسز وان شاء الله اتكلم على البروموفيزم وابقى ارجع اكلمكم على الجيت وست. انا على العموم مسحتها مش هستخدمها دلوقتي. عملت الفاريبل الاول اللي اسمه نيم، الفيلد الاول اوفررايد واديته انون از اف اي انيشاليزيشن فاليو، وعملت فاريبل ثاني اسمه السالري وده فلوت وبرده عملت له انيشاليزيشن فاليو. خلاص جيت على جيت انوال سالري هكتب الكود بتاعها، فقلت له ريتيرن السالري مضروب في 12، هترجع لي كده المرتب السنوي. ده امبلمنتيشن، لان عارفين ان الكلاس لازم يمبلمنت كل الفانكشنز عشان ينفع يعتمد منه اوبجكت والا مش هينفع. اما الفيلد اللي كان اسمه اريا هشيل الجيت والست واحطه جواه انيشال فاليو وليكن نو اريا، واشيل الجيت والست بتاعه الكوميشن واحط انيشال فاليو وليكن 10%. طبعا تلاحظ ان هو مشي على كل الممبرز بتاعت الانترفيس الاولى، بعد كده مشي على كل الممبرز بتاعت الانترفيس الثانيه. جيت انوال كوميشن اوفررايد، وبرده هقول له والله هتحسب ازاي؟ هقول له تحسب ان الكوميشن في السالري الكل مضروب في 12. دي كده بالنسبه لي حسبه الايه؟ الكوميشن السنوي او العموله السنويه. كلام جميل، ده كلام بسيط جدا. كده انا عرفت ان السيلز مان حطيت فيه، انا بس هاخد الفيلدز ديت احطها فوق كلها مع بعض عشان بحب الفيلدز مع بعض والايه والفانكشنز مع بعض. تلاحظوا لما كنت خدت كات كان طلع لي ايرور تحت كلمه كلاس، لان هو كده ما كانش عامل امبلمنتيشن لكل الاتريبيوتس او كل الفانكشنز اللي جواه. كده عامل امبلمنتيشن لكل الاتريبيوتس وكل الفانكشنز. عملت بقى الايه الفانكشن اللي اسمها مين، والفانكشن اسمها مين هبدا اعرف من الامب اوبجكت، فعملت اوبجكت سميته اي ام، وعرفت وهو عباره عن اوبجكت من الكلاس اللي اسمه امب. كده بقى اوبجكت الاي ام اوبجكت والامب كلاس، وهقول له اي ام دوت نيم، احط له اسم مثلا وليكن تايم. بعد كده احط مثلا الاي ام دوت سالري، ادي له مثلا اي رقم وليكن 10000، يلا احنا مش هندفع. ونحط بقيه الداتا بتاعتي اللي احنا يعني محددينها، اي ام مثلا ايه تاني الاريا المنطقه اللي هو شغال عليها مثلا نيو كايرو مثلا، والاي ام دوت الكوميشن، وادي له كوميشن مثلا عموله وليكن 10%. ماشي كويس جدا كده، انا اديته كل الداتا اللي هو محتاجها. تعالوا بقى نستخدم فانكشن من الفانكشنز اللي احنا كنا عاملينها، بس هستخدمها في برنت لاين عشان الفانكشن كانت بتريتيرن ما كانتش بتبرنت. فانا عايز اطلع الاسم بتاعه، فهقول له عايز الاي ام دوت نيم، هيطلع لي الاسم، وجنب الاسم هقول له مثلا يعني مثلا تايم انوال كوميشن ايكوال كذا مثلا، فهقول له ايكوال. وعشان انادي على الـ على الفانكشن هعمل برضو الايه الكير براكتس
وهقول له اي ام دوت جيت الايه جيت الانيوال كوميشن. هاخد من السطر ده كوبي واعمله برده للانيوال ايه الانيوال سالري. مثال بسيط جدا احنا اخدنا شبهه قبل كده، لكن الفكره الجديده الوحيده المختلفه ان الكلاس بتاعنا بيقدر يعمل امبلمنت لاكتر من الانترفيس، يعمل امبلمنت لاكتر من الانترفيس بس مش اكتر من كده. فتعال نجرب نران وهنناقش بس مشكله اخيره في الموضوع بتاع الانترفيس دوت وبالذات المالتيبل انهيرتنس فروم انترفيسز. طبعا تلاحظوا بس ان الكوميشن طلع لي 12000 لان كل شهر بياخد 10 ياخد 1000 والسنه كلها ب 120000، ما جمعش السالري على الكوميشن رغم ان احنا ممكن نعمل زائد. عايزين نتكلم ان شاء الله على مشكله تانية في نفس الموضوع بتاع المالتيبل انهيرتنس فروم انترفيسز لما يكون في فانكشنز متشابهه، بس ان شاء الله في فيديو تاني.